نتيجة التعاون في مجال السياحة بقى في تعاون في مجالات تانية كتير. شفنا تعاون في مجال التعليم العالي ودراسة إعطاء منح دراسية متبادلة والاستفادة من خبرة جامعة نيش في مجال الاتصالات والحاسب الآلي، وعشان كده بقى في تعاون بين جامعة نيش وجامعة الملك سلمان. أنا لما رحت هناك زرت مركز كبير قوي أو زرت جامعة، هم متفقين قوي في الهندسة، تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية الكلام ده كله. أنا طلبت على فكرة جايبين معاهم عضو من الجامعة، بقول لك 27 واحد، وانا اتفقت مع رئيس جامعه الملك سلمان وكلمت خالد بيا عبد الغفار وقلت له ورحب جدا، قال لي ما فيش مشكله نقابلهم ونشوف لو في بروتوكول كمان نشوفه معاهم وكلام من ده، نستفيد منهم من خبراتهم في هذا المجال. عاملين مركز تكنولوجي رائع هناك شفناه، انا مجهز مكان في مجلس مدينه شرم الشيخ الجديد اللي هنفتتحه في شهر 8. هم قال لي انا عايز مساحه يمكن قد القاعه دي، انا هعمل لك فيها مركز تكنولوجي. والراجل اللي هو بتاع الجامعه اللي انا زرته السنه اللي فاتت في صربي فموجود معاهم، فدي دي بقى ده التعاون اللي احنا عايزين نتحرك.